هاي منطقة دروس الجميلة، دواعش تقصف من اليمن عيقها هنا. هاي الدم مال الابرياء مال المواطنين. هاون وقع سووها انتحار واحد سوية معشية دبت هاونات هذا المطبخ مالها هاي وقع هاون لا بس الصبي مال حياة مال الصحة متبلش احنا منطقة الزهور وداعش جاي يقصفنا من اليمن. وقعت هاونات هنا واثنين استشهدوا والشرطة خطية تأذى والحمد لله والشكر. وين وقع الهاون؟ وقع بهذا البيت. البيت بيه عوايد؟ ايه بيه. دور السيد الجميلة. دور السيد الجميلة. الله يسلمك اخويا ممنونين منكم. احنا نشكر قناة الموصلية على جهوده وعلى حضوره الى مكان الحادث. الحادث اليوم صار صلاة ورا صلاة الجمعة، انطلقت الهاونات وقعت على ناس ابرياء، ناس مدنيين ما لهم ذنب. داعش ما يستهدف بس العسكر، يستهدف المواطن، يستهدف الطفل، يستهدف كل العالم المدنيين. داعش خطة ارهابية، مجرد انه يستهدف هاي العالم باوع باوع الدم. ايش سووا بالعالم؟ هاي الاحادث مالتهم، هاي هنا استشهد مدني وشلنا للمستشفى ويم المثنى استشهد اثنين وهنا جو البارح استشهد اثنين. فانا اطلب من اخوتي المواطنين، اطلب من اهالينا المواطنين اللي بالجانب الايسر يتعاونون على اي معلومه بتخص داعش الارهابي، يجب ان ياتون الينا واخبار بها فورا. احنا نشكر السيد القائد العام للقوات المسلحه ونشكر السيد قائد شرطه وافق الحمداني والمقدم امر فوج سواد اللي هنا بالايسر. فاحنا بالنسبه لنا ما نعوف واجباتنا كذب، احنا هنا نموت وهنا نضحي من اجل المواطن. احنا هنا جينا لاجل المواطن، احنا ما جينا على مدرات كذب، احنا هنا جينا على المواطن. وهاي ما مال الابرياء باع له، وانا الي الشرف، الي الشرف انه هسه اغسل من دم الشهيد. هنا هذا دم شهيد. واحنا بالنسبه لنا اي واحد كان من يكون يتعاون ويا داعش فهو مصيره الاعدام. ونشكر قناة الموصلية على حضورها ونشكر الإعلام الحربي مال قناة الموصلية وشكرا. وين
وينه؟ طالعين من الصلاة العالم وقعوا هنا خطية البريء راح بيها، شنو ذنبه؟ نحن عمال جانا نشتغل هنا بالفرن. ها يابا؟ وشوف هذا التدمير شنو سوى بينا داعش؟ هالهاونات هاي كافي، خليه يجزون يا اخي عنا. كافي، شنو نحن عايشين؟ عايشين دمرنا والله، شو العيشة؟ هالبرية راحت هسه شنو ذنبه؟ مو اسلام؟ كافي. نحن دور منطقة دور سي جميلة بالزهور ساعة الصلاة ساعة تقريبا بالوحدة وحدة إلا ربع من طلعة الصلاة. يعني هذا المدني استشهد من طلعة من الجامع؟ من طلعة من الجامع المدني من الصلاة طلع استشهد. هذا بالباكر تذى شظى والله. اليوم طلعنا من الجامع واشتغلت الهاونات علينا من الايمان وما يخلونا بحالنا. كفوا علينا، كفوا شويه يا منطقه. احنا هنا بدرس جميله. ايش قد راح مدنيين؟ راح 3 شهداء انطينا من ورا داعش التكفير الكلب. وايش احكي بعد؟ ماكو شيء بعد. ما يخلونا نعيش وحياه طبيعيه ورغم داعش هم. منو؟ لا جماعة ما بس عمر هذا هاون الله. لا تنسوا كما تشاهدون أعزائي المشاهدين هاي هاونات من تنظيم داعش. وين وقع يا ولد؟ هيانو هيانو بالعمارة، هيانو بالعمارة. هاي العمارة فوق الفرن ما صمو. ايه فوق الفرن ما صمو. وقع واحد لا؟ هيانو هي في العمارة. هاي توقف القصف تقريبا نص ساعة وهسه ضربه مرتين لخ. هذا هسه وقع يمنا. جيتك جيتك. هاي الهاونات اللي بعد هسه دور السيد الجميل.